فتحت الأحداث الأخيرة في عدن التساؤلات حول حضور الدولة في العاصمة المؤقتة، خصوصا في ظل عملية الانقسام التي تعاني منها المحافظة، حيث تعيش عدن وجود كيانات تعمل ضد حضور الدولة وتسعى لإفشال كل ما من شأنه تطبيع الحياة والوضع الأمني في المدينة. إن مسار قضية شعب الجنوب الوطنية التحررية لم هذا الانقسام ظهر جليا بعد دعوة المجلس الانتقالي بقيادة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي الجنوبيين للاحتفال بذكرى ثورة 14 من أكتوبر في ساحة مناهضة للشرعية ومقابل ساحة أخرى مؤيدة للحكومة، وهو الأمر ذاته الذي حدث مع مدير الأمن شلال شائع الذي رفض الاستجابة لدعوة رئيس الوزراء لمناقشة الوضع الأمني في المحافظة. يحمل الكثير من المراقبين التحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية هذا الانقسام الذي يضع عراقيل جدية أمام الحكومة الشرعية لإنجاز مهامها، خاصة في ظل الدعم القوي الذي يحظى به المجلس الانتقالي من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الأوضاع دعت الكثير من الأحزاب والمراقبين إلى مطالبة التحالف العربي بضرورة وضع استراتيجية شاملة وواضحة لرسم علاقات متكافئة بين الشرعية ودول التحالف أساسها المصالح المشتركة واحترام استقلال قرارات الشرعية.